كان لنا الشرف احنا كاعلاميين كنا معاهم في الصوره. تفضل. انا بدوري نشكركم كرئيس مكتب بلدي لترقيه المواطنه على الالتفاته تاعكم اللي درتوها لنا اليوم بما يخص اعوان نظافه وتعقيم المتطوعون، وهما في الحقيقه رجال الصفوف الاولى. نشكركم على الالتفاته تاعكم اليوم، وحنا بدورنا نبداو التكريم من اخ محمد بن زيد. زيد يكون شرف الحفيظ. تفضل محمد بن زيد. محمد بن زيد تفضل. تفضل. اعطونا التصفيق يا جماعه. بشير. 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 طيب يا محمد. طيب يا محمد. ايه صفقوا صفقوا. محمد. غربي محمد. غربي محمد والله. غربي. غربي. غربي محمد تفضل. روح من محمد روح. بشير حاج جميل عليك. جميل حاج عليك. أصف قولي وشرب كيطة حارة كيطة حارة. عربي علي. سوداني محمد كرمه الامين عبد العزيز. سوداني محمد. شيخ محمد. والله العلي العظيم واحد يفشل من يشوف تيبايا محمد وجماعة اللي كتوقفي معاه. حنا هذا تيبايا سميناه البيلبروكا تاع المنظمه وتاع ولاد القريه. والله يا شباب القريه اقسم لكم بالله العلي العظيم نكن لكم كل احترام وتقدير وها حقكم. الله يبارك. اعطينا كلمه خويا. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة بطولكم. الله يسلمك. وان شاء الله عيد مبارك كريم ان شاء الله. نتمناوه ليكم خاصة رئيس مكتب بوسفر للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية المواطنة. ومنها نشكركم على المبادرة تاعكم اللي راكم مشرفين ولاية وهران كامل في هذا المجال. وانتم المبادرين في تحريك المجتمع المدني نحو الإيجابية ونحو العمل الصالح، لأنه بلا المجتمع المدني وبلا الشعب وبلا قيادة الشعب، لأنه في الدستور الجديد هذا راه كاين السلطة، السلطة الشعب هو السلطة بين الإدارة وبين الشعب. ولازم تعاونوا رئيس المكتب نتاعكم، ولازم تعاونوا الملحق الإداري للمجلس البلدي نتاع فلوسن، وبالتالي تكونوا قدمتوا الإيجابية للشعب وتوقفوا مع بعضكم لتطوير وتأهيل الأفراد نتاعكم هما المستقبل اللي راه جاي والأجيال القادمة. ونشكركم مرة أخرى على الالتفاتة تاعكم الطيبة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمكتب المجتمع المدني لترقية المواطنة المستقبلية للمستقبل شكرا جزيلا لكم الشباب المتطوع اللي من خلاله قمنا بتطوير كافة مناحي القرية. شكر تام وخالص من صميم القلب لكل أهل القرية لهذه المناسبة، كذلك نهنيهم بمناسبة العيد المبارك ونتمنى لهم عيد سعيد ومزيد من النجاحات والتألق ومزيد من التنمية في على مستوى قرية فلوسن. بارك الله فيك. المكتب الولائي سي زين الدين يقول لنا كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا كمكتب ولائي رانا نفتخروا بهذا المكتب تاع بوسفر، ربما عنده وقت وجيز بصح دار إنجازات كبيرة على
السلام عليكم. السلام عليكم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وصحبه أجمعين. أنا كمكتب ولائي رانا مفتخرين بالمكتب البلدي تاع بوصفر الذي أنجز ربما في ظرف قليل إنجازات كبيرة بفضل المواطنين والجماعة اللي راهم هنايا، وإحنا كمجتمع مدني نعطيكم يد المساعدة، رانا واقفين معكم إن شاء الله في كل صغيرة وكبيرة من أجل ظروف معيشية وأمور كبيرة، ونشكروا المكتب مرة أخرى والسلام عليكم. صحيح تبارك الله في المواطنة أن نكرموا الأخ الحاج بالله مختار، وهذه شهادة تقدير وعرفان لكل مجهودات اللي قدمها الفضل الحاج. شكرا بارك الله فيك. والله أنا بهذه المناسبة هذه نشكر المجتمع المدني تاع قرية فلوسه بلدية بوصفر تاع الترك على هذا التكريم هذا، وما هذا احنا اللي درناه الا واجب، وحنا هذا الواجب اللي درناه ما كناش وحدنا، كنا بالدعم من طرف مديرية الشؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية ومسجد القدس الثاني مع الشيخ عبد القادر خفيف مع الاخت مراكز سبل الخيرات الثاني المدير تاعها الشيخ بحري، واجتمعنا ودرنا الحمد لله رب الافطار هذا والاغاثة هذه لاخوتنا اللي كانوا في الفيضانات. حنا هذا نشكر جميع الناس، نشكر ربي سبحانه عز وجل، نشكر جميع الناس اللي شاركوا، نشكر الاخ عبد الغني ثاني اللي كان متكفل بالبطارية والاخ تاعنا، ونشكر جميع اعضاء مجموعه فرحات يتيم وعمال تاع مسجد القدس باذن الله تعالى، وربي يبارك فيكم والله يحفظكم، ونشكركم جزيلا، ومازال الاعمال باذن الله متواصله ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيكم. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انا الحاجه الاولى اللي نقولها نقول اهل القريه عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال. نشكر بهذا الفرصه اللي جاتنا نشكر المتطوعين اللي وقفوا معنا طيله شهرين تاع تعقيم تنظيف تطهير. شكرا المجموعة تاعنا اللي راهي معنا، شكرا الاخوه اللي في الولايه اللي شرفونا اليوم بالحضور تاعهم، نقول لكم كاع الشعب اللي راه معنا مشكورين، زيدوا دعمونا وكونوا معنا والقادم افضل ان شاء الله. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في هذه الدقيقه غادي نعطوا العمال التعقيم والتطهير الانطلاقه لتعقيم وتطهير الساحه العموميه لقريه فلوسه. عليكم عفوكم تعيدوا بالصحة إن شاء الله. عفوكم تعيدوا بالصحة إن شاء الله. المال تعيدوا بالصحة إن شاء الله. عافاكم تعيدوا بالصحة إن شاء الله. الخير غير صنتولة. وإن شاء الله يا ربي اش غادي نقول لكم؟ غادي ربي يرفع علينا هذا الوباء. وإش غادي نقول لكم؟ ثاني في العيد ثاني الإنسان ما يزعلش من خوه. إلا ما تصالحش معاه وما سلمش عليه ولا ما يزعلش منه. معليش.
المهم المرض ما تديش لداركم، مالك تقول انا راني صحيح في الدار تديه غادي تهلك الدار كاع، وهادي ثاني يديروها في ليساكم باللي راه كاين المرض تشرب، ما تقولوش باللي حنا ما وصلناش، حنا مادام ما وصلناش نزيدو نحاربوه باذن الله، هذه هي معليش ما وصلناش بصح نزيدو نحاربوه، وهي ان شاء الله ربي يرجع علينا الرعب وصاعدكم بارك الله.